الصحفيون رجالات المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، الإخوة النقابيين والنقابيات، مرحبا بكم جميعا على مائدة مؤتمرنا الصحفي لنقابة الأمل المغربي. نرحب بالجميع الحضور الكريم على مائدة نقابة الأمل المغربي، النقابة التي تعد ثورة في الساحة النقابية المغربية. أرحب بكم في بيت النقابة التي تتميز بنظرتها في تشجيع الشباب وإبقاء هذا المؤتمر في الحلم التقواني والبيئة التقوانية. أرحب بكم في النقابة التي جاءت لشيئين لا ثالث لهما، إما أن تكمل الطريق وإما أن تطورها. وهي بذلك تقول: أنا مع الوطن في سياساته العامة، مبادئه، نظمه، أخلاقه، مناهجه، كل ما يملك هذا الوطن، لكن بنظرتي وإبداعاته. مرحبا بكم على مائدة نقابة الأمل المغربية، ثورة في إطار العمل النقابي في العالم الثالث، وهي فكرة غير مسبوق لها المثيل، جاءت متجاوزة للنقابات الكلاسيكية التقليدية القائمة على الصراع التي تجاوزها الزمن، على حد قول كاتب نقابة الأمل السيد مصطفى منير. هي من سماتها الانفتاح والإنتاج، لا الإقصاء ولا الصراع ولا الضرب ولا هكاء على الأطلال. هي على خلاف نقابات الشغب والتظاهر والعويل، هي نقابة الأمل المغربية، تؤسس لمجتمع آخر تطمح أن يكون مختلفاً بالتأكيد، بغض النظر عن قبول المجتمع لفكرتها أو رفضه لها. هي حاملة مشعل التغيير وفق رؤى عالمية أكاديمية، تتبنى الحلول ولا تطالب بها. رهانها في ذلك على القضايا المجتمعية المعيشية. الأمل لديها أسلوب مفعم بالثقة بالنفس، تعتمد على برامج موضوعية أكاديمية ولا تخشى في ذلك الرأي الآخر بقدر ما هي في تواصل معه. نجتمع وإياكم على مائدة الأمل النقابية التي تؤسس لفكر نقابي جديد يصل إشعاعه جميع الوطن، وترحب في بيتها بالجميع. المؤتمر اليوم يرحب بكم ضيوفه الكرام. هذا المؤتمر الذي هو إشعاع وإعلام بانطلاق ميلاد جديد في ساحات النقابات العالمية وفي الوطن بالخصوص. نقابة الأمل المغربية تأسست بالبيضاء 24 ماي 2014 تحت اسم الفيدرالية الوطنية لنقابات الأمل، وتحولت إلى نقابة الأمل المغربية خلال أشهر المؤتمر الاستثنائي لنفس النقابة بتاريخ 15 مارس 2015. نقابة الأمل المغربية هي نقابة في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق مجموعة من المشاريع والتي أخذت تطوان بيتا لهذه المشاريع سياحيا اقتصاديا. هذه المشاريع التي يريد صاحب الجلالة ومعه الشعب التطواني والمغربي على حد سواء أن تكون منارة في البحر الأبيض المتوسط، منارا وإشعاعا لثقافة المغرب ولثقافة شماله بالتحديد. نقابة الأمل المغربية اليوم تأتي لتنظم مؤتمرها الصحفي هذا المساء بمدينة تطوان، لأن تطوان أولاً كانت عاصمة الثقافة المغربية، منها انطلقت أوائل المجالات في جميع المجالات. تطوان التي انطلق منها أول منبر إعلامي، تطوان التي تأسست فيها أول جريدة، تطوان التي ظهرت فيها أول مطبعة. تأتي نقابة الأمل لتقول من داخل تطوان: نحن مع مشاريع صاحب الجلالة، نحن مع مستوى جديد ومجتمع جديد بأفكار جديدة بتطلعات جديدة وبنظم جديدة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم النشور والدين. الله وحده يعلم أنني ما هيأت ورقة ولا كتبت ما أريد أن أفوه به، وما حضرت مسبقا ما أريد إيصاله للسيدات الفاضلات الصحفيات والسادة الأفاضل الصحفيين. هذا يدل أنني أحترم حرية الرأي انطلاقا من نفسي، لذا لم أحدد شيئا مكتوبا حتى أكون مقيدا بما قلته دون سواه، وأيضا لأفتح لكم المجال لتكونوا أبوابا لحرية التعبير دون أن يخيفكم أحد، لأنكم مؤتمنون على هذه القيمة وعلى هذه السمة، ألا وهي أن تقولوا ما في قلوبكم مرة عما يوافق عليه عقولكم. وقد فضلت أن أبدأ بالقلب بالعاطفة قبل العقل الذي أحيانا ما يكون منحازا بثالثان. إذن بدءا ببدء أقول لكم ما ستسمعونه في هذه اللحظة لن يتجرأ على قوله أحد من مستواي المتواضع، وأن ما سأخبركم به وما سأعلنه انطلاقا من منابركم المحترمة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة كلها معلومات غير مسبوقة. وإذا كان للسبق الإعلان مكانة فسيكون لكم أنتم دون سواكم. وحينما كنت صغيرا أدرس فيما كانت تسمى ميسكويرا بوليتيكا التي يطلق عليها الآن اسم جامع الفيان، أنا أخذت شهادة البكالوريا من تلك المؤسسة الإخوانية بعدما عشت فيها 3 سنوات، أخذت تلك الشهادة سنة 1961، وكانت أول شهادة في هذا المستوى في مغرب الاستقلال الذي كنا 8 في تطوان، وفي الشمال الذي أخذ مثل هذه الشهادة أعتقد سنة 1961 أغلبكم أو جلكم كان لازال في طي الغيب. تطوان وأنا أدرس في أواخر مرحلة الثانوي كان لي شغف وعشق بالشعر، أكان مطفى أو كان جد قلت فيها، والكلام عن 1961 تطوان يا الرضا، تطوان يا الرضا يا استكنان الجبال، ذهاب مبلوع الحمامة والدخل كل دخل، سبحان ربي اللي خلقك يا ياقوت الشمال. هذا مطلع القصيدة اللي بعض الزملاء
خداو من مراكش وخداو على الميزان ديالو عملو يلا مراكش يا وليده. إذن أقول لكم هذا الكلام لتعلموا أن في قلبي جزء من تطوان، ولهذا كلما أتاحت لي الفرصة لأظهر تطوان في مجال من المجالات فلا أدخل عليها وأبدأ بها، وهذا هو سر من الأسرار الذي جعلني أفكر في عقد هذه أو هذا اللقاء المبارك أو هذا المؤتمر الصحفي، لأن بوجودكم وبحيامكم الأخلاقية المضافة المهنية الاحترافية لن نسميه إلا مؤتمرا صحفيا وليس شيئا آخر، لأنكم منحتم الدليل أنهم قادرون على جعل تطوان محطة إعلامية بامتياز، والذي يعتقد أن منبره متواضع فهو خاطئ، الكل يتابعكم في المغرب. أنا كنت في الدخلة وكنت على الحدود المغربية المغربية وأتابع كل ما تكتبونه أو جل ما تكتبونه عن تطوان بواسطة مناظركم الإعلامية، فأتمنى أن تضعوا هذه الميزة بين أعينكم أن مناظركم محترمة ومقروءة ومتبوعة، ينقصها شيء واحد، شيء واحد فقط، وهو أن لا تقتصروا على إظهار تطوان كخبر كنشاط، ولكن أن تلجوا إلى ما يجول في العالم العربي أولا، وإذا ولجتم إلى هذه أو إلى هذا المنحى فسيكون لكم نصيب من المتابعة المستمرة المشرفة على امتداد الوطن العربي. آخر ذكرى أنكم معي كانت انطلاقة من مدينة مونريال من كندا، حينما راسلت أحد أصدقائي هو الأستاذ مصطفى السمليم لينشر لي مقالا أضع المقارنة ما بين ما وصلت إليه كندا من حضارة وبين